مرحبا بكم من جديد متابعي شاشة سودانية 24، ومواصلة في برنامج صباحات سودانية. وصلنا ليمكن واحدة من المواضيع اللي ممكن تكون مهمة جدا، وهي بقدر الإمكان لما نلقى مشاريع ونلقى حاجات بتتعلق بالبلد ودعم البلد وبالذات للمجتمع قاعدين ننبسط شديد. واحدة من المشاريع الممتازة جدا هو مشروع نداء بلادي. تفاصيله وهو بيعمل شنو نداء بلادي خلينا نناقشه اليوم مع الأستاذ فضل الله العطا بابكر، وهو مقرر لجنة مشروع نداء بلادي. صباح الخير عليك. يا صباح النور، مرحبا بكم. كيف الحال؟ ان شاء الله طيب. الله يعزك. الله يكرمك. مشروع نداء بلادي، نعم، شنو فكرة مشروع نداء بلادي؟ طيب، مشروع نداء بلادي اصلا طرحته جامعة النيلين في 1/6/2021. المعروف انه الجامعة عندها ثلاث وظائف: ممتاز، التدريس، البحث العلمي، خدمة المجتمع. بعد ان تولت إدارة الجامعة دفت الإدارة في 10/2019 بعد الثورة العظيمة، وهي تحملت وتصدت لعمل صعب جدا جدا جدا، صح، في الجامعات. والتحية لكل مدراء الجامعات السودانية الذين تصدوا للعمل بعد فكرة الانتقال، لأنهم عملوا في ظروف بالغة التعقيد، وبالذات جامعة النيلين. تحية لإدارة جامعة النيلين على رأس البروفيسور محمد الأمين أحمد محمد مدير الجامعة وكل العاملين فيها، لأنهم تحملوا استغرار الجامعي في الفترة الماضية دي. صح. طيب، في ظل هذه الظروف قامت الجامعة بتبني مشروع وطني يسهم في بناء الوطن. المرحلة الآن مرحلة بناء، صح، مرحلة تنمية، صح، فكان لابد للجامعة أن تتقدم بمشروع وطني يجتمع الناس حوله. فكانت الفكرة تدور حول نداء بلادي، وهو مشروع يعني شكلت له لجنة عليا، ممتاز، في 2011 برئاسة وكيل الجامعة دكتور عبد الرحمن ومجموعة من الإخوة الزملاء، وبعضهم من خارج الجامعة هم في هذه اللجنة. طيب، اللجنة توصلت إلى أن تطرح بعض الموضوعات المتعلقة بمشاكل حقيقية تمثل أزمة للوطن، ممتاز، لاستكتاب خبراء وباحثين وطنيين سودانيين كانوا داخل السودان أو خارج السودان. فاتفقت على ستة محاور، لجنة اتفقت على ستة محاور، تمام، الاقتصاد والنقل والبيئة والعدالة الانتقالية والحكومة الذكية والتعليم. ممتاز. طبعا لا يمكن أن تكون هنالك نهضة ما لم يكن هنالك بحث علمي، وبناء الأوطان يتم ببناء الإنسان. فكانت هذه المحاور الست متعلقة ب 12 موضوع ممكن نسلط الضوء عليها. فاتفقنا عليها، ودي شعرنا أنها تمثل أزمات حقيقية متعلقة باقتصاد الدولة، أنها هي كلها متعلقة ببعضها البعض. تمام. إن كان التعليم متعلق ببناء الإنسان، وزي ما قلت لك قبل شوية. فبالتالي طرحنا المشروع في مؤتمر صحفي 1/6/2021 في منبر سونا، في مؤتمر صحفي كبير جدا. ممتاز. نعم، حتى يعني نهيئ الذهن السوداني والعقل السوداني والخبراء السودانيين أن تنادوا للوطن. المشروع عبارة عن نداء. نفترض أنك يعني تريد أن تكتب في أي من المشروعات، وأنا حتطرق عليها بعد شوية، هي تمام. شو؟ تمام. حصرت الموضوعات بدقة متناهية. تمام. يعني مثلا عقود البود، ليس على إطلاقها، شنو عقود البود تمثل الاقتصاد السوداني في ظل الظروف الحالية، في ظل الظروف الاقتصادية، في ظل الظروف السودان غني بموارده، صحيح، لكن كيف تستغل هذه الموارد؟ ده على سبيل المثال. فالمستكتب أي خبير سوداني في المجالات اللي أنا ممكن أتطرق عليها بشوية، تمام، أي من المجالات، لا يهمنا إن كان يعني يحمل درجة علمية معينة بكلاريوس، ده كل درس لك منه إنه شنو يعني شنو الخبراء، يعني بنقصد شنو هنا؟ يعني بنقصد من هم البروفات، بنقصد درجة علمية معينة، بنقصد من ولا أي شخص ممكن هو
ذو خبرة إنه ممكن يدي أو يساعد في مشروع نداء بلادي. ممتاز. المشروع مشروع نداء بلادي هذا المشروع متاح لكل سوداني. تمام. شرطنا الأساسي تحمل درجة علمية، أنت في رتبة بروفيسور، أنت تحمل درجة دكتوراه، أنت تحمل درجة ماجستير بكالوريوس، أنت لا تحمل شهادة. تمام. المهم عندك خبرة. خبرة خبرة في المجال المعني. شرطنا الأساسي لا تقل عن شرطنا الأساسي لا تقل عن 10 سنوات. تمام. في المجال المعني، في الموضوع المعني، ومن الممكن أن يشاركوا مجموعة بحثية مع بعضها البعض، يجب أن تتوافر فيهم الشرط طبعًا الأساسي. طبعا أستاذ ممكن يكون في شباب وممكن يكون خاضوا تجربة كبيرة جدا، لكن عندهم أفكار وعندهم خبرة في حاجة معينة، يعني هم شطار في الحاجة زي ما بقول يعني. طيب ممتاز، مسؤول ممتاز للغاية. لما نحدد مثلا 10 سنين أو نحدد عمر معين أو كذا، بنكون خصمنا ممكن من ناس تانية، صح ولا؟ طيب لا، على الإطلاق نحن كالآتي. أنا تمام. أول حاجة تحية للشباب. ممتاز. 19، وأنا مؤمن من الشباب ده وأساس كل حاجة في صحيح الحاجة. الشباب هو أساس، كان أساس الثورة وأساس التنمية وأساس الإنتاج الآن في السودان. والشباب ده موضوع الله برضو يحتاج حلقة كبيرة جدا. أكيد طبعا. لكن الهدف الأساسي، أنا ما قبل قلت لك المشروع ده الهدف الأساسي أن يقدم لمتخذ القرار حلول عملية فيما يتعلق بموضوعات معينة. تمام. طيب النسخة الأولى دي حصرت في 12 موضوع في 6 محاور. هذه النسخة الأولى، يعني هذا البرنامج مشروع نداء بلادي سيظل متواصل، عبارة عن سلسلة. ولكن هذه النسخة خصصت للخبراء حتى نلحق هذه الدولة يتعلق بالاقتصاد. تمام. المحاور اللي أنا ذكرتها يتعلق بالشباب، ربما يكون السنة القادمة أو اللي بعدها يخصص فقط لفئة الشباب، بالتالي هي عبارة عن سلسلة. ولكن لأن الدولة الآن تحتاج إلى خبراء خبرة نوعية، نحتاج إلى بحوث عملية، يعني ما يميز بحوث عملية علمية. طيب الشباب موجود، يجينا السنة الجاية إن شاء الله نعمل لهم مشروع، ما في مشكلة. عندنا برامج الدراسات العليا صحيح موجودة، الكل الجامعة بها 24 كلية صح، وفيها بحوث، ده سؤال مهم جدا صح، بحوث لكنها توجد في الأضابير صح. بما يميز هذا النداء، الهدف الأساسي منه أن يستكتب هؤلاء الخبراء الذين لا تستطيع الدولة أن تصل إليهم، ويقدم هذه المشروعات. تمام. لمتخذ القرار، لصانع القرار. هذا هو كتابنا. تفضل. كتاب من؟ كتاب الخبير. هل هو المسؤولين وناس في الدولة عندهم متخذي القرار اللي انت بتقصد؟ متخذي القرار مؤسسات الدولة. تمام. وبالتالي بنفس الكيفية، احنا ما عايزين نعمل لنا كلام نظري، لا، هذا الاستكتاب يتعلق بمشروع عملي تطبيقي بعيدا عن المنهجية النظرية الأكاديمية. وبالتالي حتى نضمن أن هذا المشروع سيحقق أهدافه، خاطبنا كل مؤسسات الدولة، أو بضعة، ما نقول كلها، 24 مؤسسة أو وزارة لها علاقة بهذه الموضوعات، خوطبت بخطاب رسمي من السيد مدير الجامعة. يا أخي معاه هذا الكتيب. ممتاز. كويس. ومعاه مطبق. تمام. وخطاب لمؤسسات الدولة. ممتاز. نحن نريد أن نستكتب علماء وخبراء وباحثين في مجالات 1، 2، 3، 4 بنفس الكلفية. تمام. وبالتالي هي أنا متخذ القرار حتى يصبح لنا شريك، وكذلك الإعلام اللي يقول شريك. كذلك خاطبنا مؤسسات إعلامية ضخمة جدا. تمام. هذا مشروع وطني من الممكن أن يجمع الكل. ممتاز. خليني أرجع معك بس لحدة، السبب شنو اللي قيام يعني، أو خلينا نجي للفكرة جات من وين البداية؟ أنت حسيت بشنو إنه في مثلا مشاكل، او لقيتكم مشكله معينه مثلا في البلد، حبيت انه يا اخي، لا والله يا اخي، احساسكم بانه يا اخي لو تجمع الخبراء في انه هم ممكن يلقوا الحل. طيب واحد، انا قبل قلت لك اساس التنميه هي النهضه العلميه. تمام. يعني والنهضه بدون بحث علمي لن تكون هنالك نهضه على الاطلاق. استشعرنا ان هنالك موضوعات، مشاكل في قضايا قوميه يجب ان يوجد لها حل. العالم كله يتحدث عن مراكز بحوث ومراكز دراسات، لا يتخذ القرار إلا بناء واستنادا إلى تلك الدراسات أو البحوث التي تقدم بها المراكز. فاستشعرنا أنه هناك قضايا قومية. ممتاز. لا بد أن تقدم في مرحلة البناء هذه بعد الثورة، أصعب مرحلة في تاريخ الشعوب اللي بتمر بمراحل زينا الآن، كمثل الشعب السوداني الآن، مرحلة الانتقال، مرحلة صعبة ومرحلة معقدة ومرحلة دونها
مشاكل وأزمات. صحيح. وبالتالي كان لابد للجامعة أن تقدم. صح. أن تقدم مشروعاً وطنياً. ما خلاص أوكي، نحن في التدريس نحن ندرس في بضع كم، 20 كلية، ما يقارب 80,000 طالب في جامعة النيلين. ما يقارب من الدراسات العليا في برامج 80,000 طالب. وكم 20 كلية. صح. وفي البحث العلمي الحمد لله رب العالمين، لكن ونقدم خدمة للمجتمع كافية ونرفد كل مؤسسات الدولة العامة والخاصة، ولكن كان لا بد أن يكون لنا سهما متميزا. صح. لأول مرة في تاريخ الجامعات السودانية يقدم هذا المشروع، فقلنا يا جماعة نحن نحتاج لمشروع عملي بدلا عن بحوث توضح هكذا في المكتبات والأضابير ومعارف مغبرة يتم استخدامها يكسوها وكذا، لا نريد واحد نستكتب خبراء ما بيسجلوا معنا في دراسات عليا وما لا يستطيع. صح. خبير واحد، اثنين تتبناه الجامعة. تمام. ثلاثة يقدم لمتخذ القرار. ممتاز. مباشرة يا متخذ القرار. وبالفعل تجاوب معنا السيد رئيس مجلس الوزراء وأشاد بالفكرة وتبناها ودعمها مجموعة برضو من المؤسسات وكذلك بعض المؤسسات الإعلامية، احنا والله كلهم مشكورين، الوقت ما بيسعنا انه نذكرهم، كلهم مشكورين وكل وكذلك انتم في سودانية 24. الله يكرمك. ونتمنى والله ان تكونوا شركاء لنا في هذا ان شاء الله. انا داري اعرف برضو شركاكم منهم بصورة سريعة، شركاء منو اللي هم ممكن يكونوا مع جامعة النيلين الان؟ بنك فيصل الإسلامي السوداني. تمام. هو نحن اكثر راعي لهذا المشروع. تمام. قدم لنا دعما. تمام. كبيرا جدا. كذلك إذاعة البيت السوداني تقدمت لنا بمبادرة أن تتبنى يعني هذا المشروع رعاية، كذلك جريدة الجريدة، صحيفة الجريدة قدمت لنا الآن هي راعية معنا في هذا المشروع. وبنفس الكيفية الآن الجامعة تفتح قلبها وذراعيها بحب وترحاب لكل المؤسسات. واحد نحن الإعلام نعتبره شريك لأنه الإعلام هو دورنا، دور المجتمع يعني إنه أكيد نحن أكون شفت أكبر دور الإعلام. صحيح. هذا الإعلام لأنه هو الذي يعني يشكل الأذهان وكذا وكذا. بنعتبر مؤسسات الدولة اللي نحن لسه في طار مكاتبات هم شركاء لنا. طيب معلش في حاجة قبل ما يعني يسرقنا الكلام زي ما بيقولوا المستكتب. تمام. طيب يعني خلاص هيدعى ويرهق نفسه، لا لا عندنا جوائز قيمة جدا. تمام. عندنا درع الجامعة. حلو. واحد ممتاز. ده واحد من الجوائز. عندنا جائزة مالية ممتاز يعني طموحة جدا ومنصفة جدا، وللثلاثة الأوائل في كل موضوع من الموضوعات، ال 12 موضوع كل الفائز الأول لأنها هتخضع لتحكيم وتقويم من قبل المحكمين خبراء. انا ما انا طبعا ما دار اختم معك قبال ما اعرف انه عندكم انتم ملتقى الابداع للثقافة والعلوم، بصدد انكم تعملوا. طيب. فعالية تقريبا، بس دار اعرف مكانه وزمانه بيتين اليوم باذن الله تعالى. اليوم. اثنين، واحد التحية والاحترام والتقدير لملتقى الابداع للثقافة والفنون الذي فتح لنا قلبه. ممتاز. قدم لنا دعوة. ممتاز. يستضيف المشروع نداء بلادي اليوم في المركز المدرمان الثقافي. ممتاز. اللي هو اليوم الساعة 8:30، كل الناس تشرفنا، كل ممتاز. الناس اتمنى ان يشوفنا اليوم، والتحية اليوم ثاني جنوب محلية مدرمان وغرب مسجد الخليفة مباشرة. ممتاز. المركزية ده اليوم ده الليلة الملتقى بتاعكم أو ده هو ملتقى اسمه ملتقى الإبداع الإبداع للثقافة والعلوم. والتحية لدكتور عادل أحمد إسماعيل هو اللي بيدير الملتقى ده، قدم لنا دعوة يستضيف هذا المشروع. وطبعا مدرمان ده حقيقة مشروع كبير جدا، والمشروع ده له لقى دعم ولقى بصورة كبيرة جدا الإعلام يسلط عليه الضوء، ده حياة حتنفع البلد حقيقة يعني. نعم. ونحن في سودانية 24 برنامج صباحات سودانية دائما المساحات مفروض تكون للمشاريع اللي القومية اللي بتساعد على البناء، وانتو ده مشروع قومي ومشروع بيساعد على البناء، فشكرا جزيلا لك وشكرا لجامعة النيلين وشكرا لكل الخبراء اللي شاركوا في صناعة نداء أو مشروع نداء الإبداع. لكن احنا زمننا والله خلص، لكن المشروع ده نحن بشكل كبير لازم نكون معكم أول بأول فيه عشان نضمن ونتأكد وين ممكن يكون وصل يعني بمشيئة الله. ثاني التحية لكم في سودانية 24، ونحن نرحب بكم في جامعة النيلين متى شئتم، وابنا مفتوحة، نحن هم نحبك شركاء. صحيح. تحت هذه الفرصة لتسليط الضوء. الله يكرمك. لكن عايزينكم معنا شركاء حقيقيين. لا لا إن شاء الله بمشيئة يعني. الله. شاكر لكم للذين يقفون خلف الكواليس الجنود. الله يخليك. صحيح. شكرا جزيلا لك انت. الله يكرمك. وبرضه اللي انا نوه يعني الخبراء الذين يحبون موقع الجامعه
الإلكتروني موجود، وفي الجامعة إدارة العلاقات العامة والإعلام. فأي وقت شئتم تلقوا الاستمارة وتلقوا الكتيب هذا والمطبق معا. وموقعنا الموجود على الصحيح. صحيح. شكرا جزيلا أستاذ فضل الله العطبة بكر، هو مقرر لجنة مشروع نداء بلادك، كنت معنا في برنامج صباحات السودانية. الله يكرمك. مشاهدي الكرام، دي يمكن المشاريع تكون حقيقة محتاجة دعم، ونتمنى الجميع أنه يدعم مثل هذه المشاريع اللي بتساعد على بناء الوطن. المرحلة دي مرحلة بناء. شكرا جزيلا، وخلونا نطلع فاصل ومن ثم مواصلة في برنامج صباحات السودانية.